كثير من الرسائل والمسجات والاستفسارات وصلت للشركة عن أمهات تشتكي من مشكلة البعوض القرص اللي صاد ابنائها. فأنا أخبركم وأعلمكم بأن احنا عندنا خدمة تستهدف بالتحديد مشكلة البعوض والقضاء عليها، عبارة عن تضبيب حراري لخارج المنزل بالكامل، عبارة عن دخان يحمل فيه جزيئات من المادة يلتصق بجسد الحشرة اللي هي البعوضة. فالأيام القادمة راح تكون نسبة البعوض أعلى، فأنا أنصحكم أنكم أنتم تسبقون الحدث وتأخذون هذه الخدمة اللي تشمل دي الخدمة غير التطبيب الحراري، وهي ماكينة خاصة كبيرة الحجم يتم رش وبخ جدران المنزل بالكامل مع أرضية المنزل من الخارج بالكامل. ونصيحة مني إليكم، أخذوا هذه الخدمة للتخلص من مشكلة البعوض وحماية أنفسكم وبيتكم.